كجزء من الكثير من التجارب والأنشطة في الرياض، سوق الأولين يقف كشاهد مذهل على تاريخ وثقافة المنطقة الغنية. تفاصيل أكثر مع زميلنا فيصل القحطاني. فيصل، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحاب تنقلها للسادة المشاهدين؟ مساء الخير لك محمد، مساء الخير مشاهدين قناة السعودية. نعم، معكم من سوق الأولين. هذه الفعالية اللي موجودة في الرياض واللي تنطلق بالتزامن مع موسم الرياض. طبعا متحدث عن سوق الأولين والذكريات اللي قاعدين نعيشها في هذا السوق، وانت تتجول وتشوف المحلات القديمة، تشوف تسمع الأغاني القديمة، حتى رجال العسة اللي موجودين مثلون السوق أول واللي كانوا موجودين في الليل. احنا ناخذكم جولة سريعة في جزء من السوق، وإن شاء الله في خلال تغطياتنا القادمة بنغطي أكثر وأكثر. تعرف عليك، حياكم الله، نورتونا وشرفتونا. نجسد شخصيات رجال العسة، الحراسة المكان، شرطة الأولين، حراسة المكان وحراسة أهل القرية وحراسة حلالهم. يا مرحبا، تواجدين في السوق العسة دائما بالليل، أشوفك بالنهار. والله الظروف يعني. طبعا العسة بدأ قبل 70 عام، ودورهم مسائي، صدقت، وزيهم زي ما انت شايف يتكون من العصا والمشعب والسراج والصفيرة، طريق التواصل او انذار يعني. يعطيكم العافية، الله يعافيك، الله يسعدكم، ما قصرتوا. طبعا جولتنا في سوق الأولين وفي هذا المكان اللي فعلا هو يجمع كل شيء قديم في مكان واحد. فعلا لما تتجول في هالمكان، احنا ننتظر طبعا في هذا المكان اللي تفضل معنا يا عم، تفضل. طبعا احد المحلات اللي موجودة وتقدم الزي القديم، رحب فيك، يا اهلا وسهلا. اهلا بك، حياكم الله، اهلا وسهلا. تقدم للزوار؟ والله أنا متخصص في الملابس التراثية القديمة، عندي مجموعة من الملابس وتعامل فيها، وأعشق وأهتم بالملابس ما قبل الثورة الصناعية اللي مصدرها الطبيعي. كلها يدوي؟ لا، قطن، حرير، كتان، صوف، قبل الألياف الصناعية أو النايلون والبوليستر هذه. لا، أنا أهتم بالملابس اللي قبل هذا. كيف الإقبال عليها؟ والله الحمد لله، طبعا يجينا التأسيس الآن واليوم الوطني، صار فيه وعي وإدراك للتراث القديم. يعطيك العافية، الله يحفظك، أهلا بكم لك. نعم، طبعا متواصلين معكم مشاهدينا من سوق الأولين، ونحاول نتجول معكم في هذا المكان اللي فعلا هو يشهد إقبال كبير، وفعلا فيه يعني كل ما يذكرنا بالسوق الأولين موجود في هذا المكان. طبعا هذا أحد المحلات اللي فعلا تقدم من الأشياء القديمة واللي فعلا هي نادرة. نتعرف عليك، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. هلا بك، حسن المنيف، الله يحفظك. وش تقدم للزوار هنا؟ نقدم تراث السعودي، جميع المناقطق عندك، كذلك في الكحل والعطورات القديمة والمسابح القديمة كذلك. كيف تشوف إقبال الناس؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، الناس تعشق القديم، صح؟ ما في شك، أكيد أكيد أكيد، والكبار يعرفون الصغار على الشغلات اللي مشوا عليها، وهذه وش يا بابا، هذه وش يا ماما، هذه وش يا جدو، يعني شغلات يعرفونهم التراثنا. الله يحييك، شكرا لك. طبعا زي ما ذكرنا مشاهدينا، في هذا السوق اللي أنت إذا تجولت فيه فأنت تتجول في الأسواق اللي فعلا كانت قديما. كل شيء زي ما ذكرنا يذكرنا بالماضي هو موجود هنا، سواء أكلات شعبية، سواء أزياء، سواء حتى العروض اللي موجودة. حتى قبل شوي كان في حراج على سلع قديمة أو مقتنيات قديمة هي كانت موجودة، وفي محرجين موجودين، وفي أشوف في بيع وفي. هلا وسهلا، تعرف عليك. أنا سجادة. سجادة؟ الله الله. تمشي السجادة. الله الله، تطير وتمشي وكل شيء وتتكلم بعد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هذه من التراث القديم الموجود. الله الله، هذا سدو. سدو. نعم. مصنوع من القطن القوي، ويتحمل حرارة الشمس، وإذا تبي يطير بيطير. يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا هذا ما كان لدينا في سوق الأولين، دعوة نوجهها لكم لزيارة هذا المكان والاستمتاع فيه مع أجواء الرياض الجميلة. أرجع لك محمد لاستكمال ديرتنا. شكرا فيصل، يعطيك العافية. الشكر أيضا موصول لضيوفك الكرام، وتحديدا السجادة يعني.